تعجبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدفة حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة. مو معقول، ليش أنا حاسة بشعور غريب وكأنه في شي رح يصير؟ ليش حاسة كأنه في شخص قريب مني واقع بمشكلة أو صاير معه شي غريب؟ بتمنى يكون غلط. ماما عملي لي شي أكله، جوعان كتير. غريب. ماما بشو عم تفكري؟ ابني ما بعرف شو صاير معي، بس عندي إحساس غريب كتير اليوم. قبل شوي كنت مبسوطة وإجيت لهون لجيب لشيرلين شي خفيف تاكله وفجأة بلشت حس بقلق، بس ما بعرف شو هالإحساس، كأنه حدا من ولادي واقع بمشكلة. ابني عن جد أنا كتير قلقانة وخايفة وما بعرف شو عم بيصير، وكأنه في حدا رح يتأذى أو كأنه بده يصير شي بشع اليوم. كاران أنت منيح ابني؟ صاير ماما شي؟ أنا كتير منيح، مو صاير لي شي. بس بتعرفي شو ماما؟ ممكن يكون ريشاب متأذي أو صاير له شي، يعني قصدي ممكن يكون بخطر. شو هالحكي؟ عن جد معك حق ابني، انت ورو مناح وهون جنبي، لهيك أكيد أخوك ريشاب هو اللي ابني شكلي، وإلا ما كنت حسيت بهالإحساس البشع هلأ. انت عن جد ولد شقي، عم تمزح معي وأنا على أعصابي؟ ما بصير تحكي معي هالحكي الفاضي، ما بصير. ماما طولي بالك شوي، اهدي. انت ليش كتير بتسدي هالشغلات؟ قصدي انت بتسدي إحساسك دائما، وهذا الشي كتير غلط. كل هذا الحكي وهالشغلات سخافات، انت ما لازم تفكري هيك ماما. لا ابني، انا دائما لما بحس بشي بشع بيصير، يعني مو سخافات ابدا. معناتها انت بتتخيلي. كيف بتتجرأ تحكي معي هذا الحكي؟ انا بورجي. استنى. لا ماما استني اسمعيني شوي اسمعيني. يمكن اذا ضربتيني كافي صار لي شي مو منيح وهيك بصير احساسك حقيقي. لا معناتها خلص ما رح اضربك. روح. لا ماما، ليش صرتي جدية ومهمومة؟ لا تاكلي همشي، ليكي كل شي تمام وما رح يصير شي سيء. خلص كل شي تمام والكل منيح، ما في شي سيء رح يصير. هريش. نعم. خد هاي الصينية للبنت يلي يلا فورا. ماما بدها تعمل لي أكل لإلي. شوف إذا بدها شي تاني أعطيها الصحن لبين ما أعمل الأكل لهذا الولد الشقي اللي هون. رح ساوي لك أكتر أكلة بتحبها. ماما. نعم. قررتوا شي مين اللي رح ينظم حفلة الخطبة تبع ريشاب؟ شبك ابني، من أمتى أنت بتهتم بهالقصص وبتحب تعرف عنها؟ ها؟ أنا كنت عم فكر إنه أطلب من شريستي تهتم بالقصة، لأنها اشتغلت شغل حلو وقت خطبة كريتيكا، منشان هيك أنا متأكدة رح تشتغل شغل حلو، وأنا بحب ذوقها كتير بالديكور. يلا ابني خود اشرب. يسلموا إيديك. تفضل. مرحبا، بقديش كيلو البندورة؟ كيلو ب80 اليوم. شو؟ الكيلو ب80؟ البندورة صارت ب80؟ عفوا يا سيد، ليش السعر كتير غالي؟ لا ما بصير هيك بنوب. هيك السعر. عفوا بقديش القرعة؟ القرعة الوحدة حقها 40. أخي 80 كتير غالي، ما بتعطيني سعر أحسن؟ يا أنسة، هاي التسعيرة بكل السوق، إذا ما بدك لا تشتري، بس حاجة تضيعي لي وقتي. إيه ماشي استوعبت، هات نص كيلو. شو هاد؟ مغناطيس. ها؟ هو عنده مغناطيس؟ تمام. مغناطيس؟ شو يعني؟ شو قصده؟ وين المغناطيس؟ على فكرة أنت واحد غشاش، معقول لسه في عالم بلا ضمير مثلك؟ معناتها عم تغش كل الناس، مو هيك يا شاطر؟ أنت شو بتقصدي؟ أنا ما سويت شي أبداً. آه عنجد؟
طيب دقيقة، اللي شو هاد؟ شو رأيك افضحك بالسوق؟ شو قول؟ عم تضحك على الناس كلها، ومشان هيك بدي راس أرنبيط هدية مع البندورة. يلا ضبن يا أنسة، المحل مو اللي أنا شغيل هون. عن جد؟ طيب يا أنسة طولي بالك. خلص خلص مسيك حطهم هون، ولا تنسى راس الأرنبيط. يا أنسة شبك، رجعي لي مغناطيسي. هالشي مستحيل، اوعك تسترجي تلعب مرة تانية بميزانك وتضحك على العالم، مفهوم؟ رح تكون خسرانها، ومو بس راس أرنبيط، رح شيل نص الأغراض وآخذهم، عم تفهم علي؟ شوفي كيفك اليوم؟ وشو هالفستان الحلو يلي لابستي؟ كل يوم بتلبسي فستان أحلى من التاني. هي نفس البنت يلي خبرتني عن المغناطيس عند البياع، وبسببها علمت هداك الغشاش درس ما رح ينسى. في حدا عم يزعجها وعم يحرجها قدام العالم، أكيد هذا واحد كذاب. بس ليش العالم عم تتفرج هيك؟ ليش ما حدا عم يساعدها؟ روشني هي انت هون؟ شو عم بيصير معك؟ انت منيحة؟ ايه. شو انت ما بتستحي؟ ليش هيك عم تضايق بنت محترمة ماشية لحالها بالسوق هيك؟ يلا روح من هون وإلا رح ربيك. عم قلك روح من هون. بعتقد انك لسه ما بتعرفيني، ما حدا بيقدر يوقف بوشي. انا اخوه للمسؤول هون بالمنطقة وكتير مهم. عن جد؟ سانجو. ايه انا اسمي سانجو، والكل بيخاف مني هون، ما حدا بيسترجي يردلي كلمة. وانت اهدي ولزمي حدك وإلا رح ازعجك، وراح تكوني هدفي الجاي، وراح ورجيكي مين أنا، فهمتي؟ اليوم في روشني، بكرة بيكون دورك أنت. تحركي يلا. تعرف شو؟ أنت عن جد أتفه واحد شفته بحياتي، مشان هيك رح ورجيك قيمتك. بظن بكفيك هلا، صدقني إذا مرة تانية بتقلل ذوق رح خليهم ياخدوك على السجن. أنا ماني جباني مثل غيري، فهمت شو عم أقول؟ أنت منيحة؟ إيه بس استني دقيقة. إيه؟ اللي شو حكيت؟ آه؟ قلت لي رح تزعجني ورح كون هدفك ما؟ استنى لين حكم عليك بالسجن ووقتها بتتعلم. تعرف إنك مسخرة؟ حتى مو قدران تدافع عن حالك. شو جبان؟ تركي، أنت ما بتعرفي منيح. اسمعي شوي، أنا بعرف أتعامل مع هدول الناس اللي بتصرفوا مثله، بعرف أتعامل معهم كتير منيح. يلا لأشوف، رجعوا على بيوتكم. يلا خلصت التسلاي اليوم، امشي امشي. يلا استني لحظة، أنت ما لازم تخافي من حدا، لأنه هدول العالم بيستغلوا خوفك، ما بصير تحسسيهم إنك خايفة منهم. المرة الجاية لما بصير هيك اتصلي بالشرطة فورا، ماشي؟ بالنسبة إلي أنا صرت خبيرة، مشان هيك ما بحتاج للشرطة كتير. بس أختي الكبيرة، أختي مثلك جبانة وبتخاف من هيك عالم، بس أنا عم أثر عليها وعم تتعلم تصير قوية مثلي. قلبي عم يدق كرمالك أنت وبس. صدقيني كل اللي عم فكر فيه هو أنت بريتا، أنت المرة الوحيدة بحياتي أنا بحبك إلك. أنت بحبك وما عم بقدر أنساكي بريتا. من بعد ما رحتي كان عندي فرص زواج كتيرة، بس أنا رفضتهم كلهم مشانك، لأني ما قدرت أني فكر بولا بنت غيرك. ما عم بقدر أنساكي أبداً بريتا. أنا اعتبرت أبوكي مثل أبي بالضبط، أنا كنت أحترمه كتير، ما بعرف ليش هيك عمل معي مع أني ما غلطت. لا مو معقول، حسيت أنه حياتي بلشت ترجع للمسار الصح، بس هلأ صار معي هيك؟ ماضي رجعي لحقني، ما عم أفهم شي. شو لازم أعمل؟ شو لازم أختار؟ وشو هو الصح؟ لازم أعطيه فرصة تانية؟ بدي إشارة لأعرف شو الصح. ديباك هلأ بده يرجع لحياتي مرة تانية، هو معه حق، أبي كان بده يعني اتزوجه. يا ترى أنا لازم أنسى أغلاطه هلأ؟ بالنهاية هو لغى زواجنا مشان المهر، فك خطبتنا بآخر لحظة، وغلط معي قدام الناس، وغلط بحق عائلتي كمان. كيف فيني سامحه على هيك شيء؟ ماني عارفة أنا شو ساوي، حدا يساعدني ويقول لي صح. هذا خاتم بابا؟
اليوم رحت على مخفر الشرطة لشوف شو صار بقضية شريستي وشو لازم نعمل. ريشاب حكى مع المحقق وحل المشكلة وخلصت. أنا واثقة إنه علمه درس ما ينساه بحياته كلها، والصايغ كمان اعترف بغلطه ورجع الخاتم. أنا بعرف منيح هالخاتم شو بيعني لك إلك ولأختك شريستي كمان. بعرف إنه هذا بيخص أبوك. أنا كنت محتارة كتير، ما عرفت شو لازم ساوي. هذا الخاتم اللي كان بابا بده يعني أعطيه لديباك بخطبتنا، كان حابب إنه يهديه. مو معقول، أنا كان بدي إشارة لأعرف أتصرف، وهي عطتني خاتم بابا، أكيد هي إشارة. أنا هلأ عرفت شو لازم ساوي، لازم أوافق على عرض ديباك، هذا اللي فهمته من الإشارة. إذا خطبتي زواجي من ديباك رح تخلي بابا يكون مرتاح، معناها لازم وافق على الأكيد. اشتقت لك كتير يا بابا. بريتا أعطيني فرصة أخيرة، محتاجة شوية وقت لفكر بالموضوع. تاكسي. بريتا هاي بريتا حبيبتي، أنا أجيت على مومباي بس مشانها، وما بيهمني شو ما صار يصير، رح تكون إلي لآخر يوم بحياتي. ليك يا حبيبتي، ريشاب إجا لهون. ريشاب، شوف ابني شيرلين إجت لعنا لهون مشان تشوفك. ماما ريشاب، يلا تعال ابني، قلي شو القصة. ريشاب عود شوي، عم نحكي نحن وشيرلين مشان موعد الخطبة، لازم نقرره وانت موجود. ايه مزبوط، انا حكيت مع الحكيم مشان هالموضوع، رح نختار اقرب يوم مناسب لحتى يكون يوم الخطبة تبعك. ماما بدي احكي معك شوي. ايه طبعا، رح نقعد ونحكي كأم وابنة، بس اكيد هلأ الوقت مو مناسب ابني. الموضوع مو مزح. ريشاب ليكو هون. مبروك يا اخي، انا كتير مبسوط مشانك، واخيرا رح نشوفك عريس. بصراحة انا فكرتك حابب بنت تانية، انتو حلوين وانا بحبها لشيرلين. كتير مبسوط مشانك. فيك تخفف حكي شوي. ريشاب شو صاير معه؟ فكرت انه بده يحتفل. كاران يمكن ريشاب مزعوج مشان صفقة سنغانيا، انت عرفت انه الاجتماع مشان الشراكة التغير. سمير هذا ما أنا مبرر، بالشغل بتصير هيك قصص كتير، خلصنا يلا انا رح روح. طيب هالشي ما بيتعلق بالشغل أبدا، ما بعرف ليش بس ريشاب كتير شكله متوتر. أخي بدي أقلك شغلة. خلص أختي. أخي أنا من وقت ما وعيت على هالحياة بعرف إنك شخص كتير قوي، لما كنا نكسر لعبة ونحن صغار وإنت ما تنزعج أبدا، كنت بعرف إنك قوي ودايما كان عندك خيار تاني بحياتك، وبعرف إنك بتتبع نفس هذا الأسلوب بالشغل كمان. الصفقات بتروح وبتجي والشغل بيمشي، بس ولا مرة شفتك مزعوج لهالدرجة. هاي خسارات كبيرة من قبل ما كسرتك ولا خلتك تتوتر. ريشاب قلي شو الموضوع هلأ، شو الشي اللي مخليك مزعوج؟ شكلك مثل اللي مكسور قلبه. خبرني أخي، انت ليش ما عم بترد؟ قول شو اللي مضايقك لهالدرجة. بترجاك قلي. ولا شي. لا ريشاب، لازم تخبرني شو اللي مضايقك وشو مشكلتك. إذا ما خبرتني شو عم بيصير معك، أنا رح أقول لبريتا أنه تحاكيك هي. أخي روحي. ريشاب كيف بدي خبرك يا كريتيكا أني متضايق ومزعوج كل هالقد بسبب بريتا؟ خالتي راكي تعالي معي. ريشاب ما عم يحكي مع حدا، ما بعرف شبه. بعتقد إنه صاير له شي، كنت عم حاول إني حاكيه بس ريشاب مو جاهز ليحكي. من وقت ما رجع من الشغل وأنا حاسة إنه في شي مو طبيعي، بظن إنه هو مزعوج كتير من قصة فشل الصفقة اللي كان عم يحكي عنها هو وكاران. يمكن متضايق مشان الشغل ولهيك لازم نتركه شوي. تركي لا تضغطي عليه كتير بنتي، وإنتي لا تاكلي هم شي كمان، ماشي؟
وهيك تقلقي كل شي رح يكون منيح. طيب خالتي راكي معها، بس أنا مو مصدقة إنه هالشيء له دخل بالشغل. أكيد ريشاب مخبي شي عني، لازم أعرف شو هي هي القصة. ألو بريتا، ريشاب مزعوج كتير وإنتي صوتك مانو تمام، كل شي منيح؟ إيه أنا منيحة، بس شوفي شبو ريشاب؟ ما بعرف شو اللي صاير معه. هو بس قلقان بريتا، يبدو قلبه مكسور، شكله عم بيواجه مشكلة كبيرة كتير، حتى ما عم يقبل يحكي شي. ما حدا بيعرف شو صاير معه. أنا متأكدة بريتا إنه في حدا أذى ريشاب، هي أول مرة بشوفه بهالوضع. اسمعي بريتا، شكله كتير قلقان ويبدو كأنه في شي كتير كبير صاير. أنا متأكدة إنه هالشي ما بيخص الشغل، حتى إنه ريشاب عصب على كاران من شوي. إيه بريتا، حالته كتير غريبة، ولا مرة كان هيك. أكله هم صاير معه شي وعم بيحاول إنه يخبي مشاعره. أنا عن جد قلقانة عليه كتير. كريتيكا خلص أنت لا تقلقي أبداً. آه صحيح، أنا اليوم التقيت بريشاب بمكتبه، رحت لعنده وكان شكله منيح، حتى إنه نحن حكينا كتير. بس إذا حسيتي إنه هو متوتر معناها أكيد في شي، رح أحاول ساعدك لحتى نعرف شو. بكرة لما روح لهنيك رح أحكي مع ريشاب بالموضوع، إذا خبرني شو يلي زعجه أو قدرت أعرف منه أي شي أكيد بخبرك شو الموضوع فورا. ماشي؟ خلص أنت لا تقلقي أبدا. أختي مو معقول، أنا اليوم سويت شي حلو. بتعرفي شو سويت اليوم؟ علمت شاب وقح درس مرتب ومتأكدة ما رح ينساه بكل حياته، بيستاهل. بتعرفي شو؟ أنا بظن قال لي إنه أخوه مسؤول ومشان هيك هو شايف حاله. شايف حاله كتير، بس أنا شريستي وما بيهمني هذا الحكي، وما بخاف من هيك عالم أبداً. رح يبقى متذكر كمالة عمره أنه غلط مع بنت قوية مثلي، وأنا دفعته هذا الثمن. كريتيكا برجع بحكي معك بعدين. شريستي صارت هون وعم تحكي بدون ما توقف، أكيد سمعنتيها. طبعاً بريتا، بس لو سمحتي حاكيني أول ما يصح لك. طيب رح حاكيكي أول ما بفضى. ماشي، ما شفتي إني كنت عم أحكي مكالمة؟ ايه؟ ومع هيك ضليتي تحكي وما سكت. طيب ماشي، خبريني شو صار. ايه أختي، رح قلك. في شاب اليوم تافه كتير، كان عم يضايق بنت بريئة وبسيطة ماشية لحالها بالطريق وساكتة، وأنا حميتها لهالبنت من هداك الشاب. شكراً كتير إلك. عفواً؟ ليش عم تتشكريني هيك؟ كأنه عم تتمسخري علي بدل ما تشكريني. أنا اللي حميت البنت من هداك الزلمة، العالم عم يشهد قوتي هلأ. أنتي ما عندك فكرة عن الشجاعة اللي حاربت فيها اليوم. الناس اللي بالسوق كانوا واقفين وساكتين وما عم يحكوا ولا كلمة، بس أنا شريستي بحياتي ما خفت من شي بالدنيا. أنا عيطت عليه وزتيته على الأرض كمان لحتى دار ظهره وصار يركض. تعرفي أنا هلأ لازم أشكرك عن جد، بس مو مشان هيك، مشان لأنه صار عندك شي تاني تحكي فيه غير سمير لوترا. كنتي عم تحكي عن سمير كل الوقت، كنتي عم تحكي طول الوقت عن المشاكل اللي صارت بينكم هنيك. لهيك شكراً كتير إنك غيرتي الموضوع اليوم. الأيام الماضية أنت كنت كتير متأسرة فيه لدرجة توقعت إنك تكوني مهتمة فيه. شو بك؟ أنت منيحة؟ بريتا عم تسأليني إذا منيحة وأنت جبتي سيرة سمير فجأة؟ كيف متوقع إني منيحة؟ شبك شو مشكلتك؟ لك شو اللي خلاك تفكري إني ممكن أهتم بسمير مرة تانية؟ لك هذا واحد شايف حاله وتافه كمان وما عنده مبادئ أساساً. كنت عم أمزح معك أختي، بس أنت تفاعلتي بطريقة وكأنه حقيقتك انكشفت. مو قوليلي أختي، أنت عن جد مهتمة فيه؟ لا يا بريتا، بترجاكي شو هالحكي الفاضي هاد؟ ما فيني حتى أتقبل إني فكر بالقصة. شو شايفتيني يعني؟ شريستي؟ شو قلتيلي؟ مين اللي تخانقتي معه؟ قلتي إنه أخوه يمكن يكون مسؤول مهم؟ إيه، ومشان هيك هو شايف حاله كتير. ليش لأنتي تتخانقي معه؟ مو أحسن لو اتصلتي بالشرطة؟ الشرطة كانت بتحل المشكلة، لأنه أنتي ما عندك أي فكرة قديش هدول العالم ممكن يأذوا. هدول ما بينسوا أي شيء. ليكي قوليلي، هو هددك بأي شيء أختي؟ إيه صح، هو هددني، بس تهديداته فاضية. أصلاً أنا علمته درس قدام كل الناس، مشان هيك هددني. إذا هو كتير قوي عن جد، ليش تركني روح بهالسهولة لكان؟ أو ليش ما لحقني لحتى ينتقم مني؟ سكتي شريستي، انت عن جد ما بتعرفي قديش ممكن هالشي يكون خطير. وعديني انك ما بقى تتخانقي مع حدا، يلا وعديني. اختي انت لازم تكوني فخوره فيني هلا، لاني بنت قويه وما بخاف من حدا. انا طول عمري فخوره فيكي شريستي، بس بصراحه انا ما بدي انه نعمل اي مشاكل لالنا او لاي حدا من افراد البيت. تحياتي مدام. شبكون شباب، معقول هيك؟ انتو ما عندكن احترام يعني؟ واقفة قدامكن مرة كبيرة بهالعمر
على قليل يسلموا عليها بطريقة محترمة شوي. سانجو، الأحسن إلك إنك تروح من هون بسرعة. إذا كنت نسيان خليني ذكرك، أخوك لهلأ قاعد بالحبس بسبب عيلتنا نحنا، عم تفهم؟ لا عقابه نتيجة أفعاله. إذا ما بدك يصير فيك مثل ما صار فيه، روح من هون. يا مدام، شو مشكلتك؟ نحنا منعرف بعض من زمان، ليش عم تغلطي معي هيك؟ أنا لهلأ عم كون مهذب كتير ولطيف معك، وكمان عم عاملك باحترام وما عم أغلط. هلأ هيك بتستقبلي ضيوفك؟ قول شو بدك منا؟ شوفوا، وصلت للشي اللي بدنا إياه. هالشي عن جد ذكاء منك مدام، لهيك خليني فوت بالموضوع فورا. البنت يلي اسمها شريستي عايشة هون مو هيك؟ بعرف إنها عايشة ببيتك من زمان مع أختها. جيبي لي شريستي لعندي، وإلا ما رح أرحمك أبدا، ولا تخليني أعصب أكتر. يلا لأول أشوف. سانجو اسمعني منيح، أحسن لك تروح من هون بسرعة، وإلا أنا اللي ما رح سامحك أبداً، فهمت؟ إيه مدام، إيمت رح تتعلمي تتصرفي بشكل منيح مع هالعالم؟ تهديداتك مو مخيفة بشكل كافي إلي، وشكلك لسه ما بتعرفيني. كان عمري 16 سنة لما قتلت أول شخص، حبسوني بس تركوني بسرعة، وبعدين خطفت بنت، رجعوا حبسوني بس كمان طلعت. وهلأ إذا انحبست رح أطلع وبمشي بدون ما حدا يحاكيني وبدون أي خوف، بعمل شو ما بدي وبروح وين ما بدي. الشرطة ما عندها الجرأة حتى أنه تفكر تحاسبني هلأ. أنا بنهي أي مسألة قبل ما الشرطة توصل. اسألي هدول الشباب قدامك. أنا بدخل على السجن على غرفة 5 نجوم، وأحسن من غرف الفنادق. كل حدا بيعرف هالشي، والناس كلها بتنظر لي أني واحد بلا رحمة، وأنتي لسه واقفة هون عم تهدديني. اسمعوا اسمعوا يا بنات، سانجو أخوه لهداك المسؤول داخل هجوم على بيتنا. هذا الزلمة خطير كتير، عم يهدد أمكن ليخوفها ويفوت على بيتنا. هلا شو رح يصير؟ شريستي شريستي ليك اسمعني، شو بدي اقول لك؟ انتوا التنتين ليش طلعتوا هلا؟ لأنك صاير جريء كثير، عندك الجرأة انك تفوت على البيت. بريتا تركيني خليني احكي، نسيت شو عملت فيك اليوم الصبح؟ خلص. لك انت مفكر حالك شو؟ اه اذا اخوك حدا مهم مو معناتها عندك الحق تفوت على بيوت الناس. ايه شو عم بيصير هون؟ ليش سانجو جاي على بيتنا؟ ستي هذا انا رح خبرك ليش انا هون. هالمستأجرة هي شريستي غلطت معي. هي ما انا مستأجرة، شريستي بتكون بنتي انا، بريتا وشريستي بيكونوا بناتي، هدول اخوات بلبل وبراقيا. ايوه البنت طالعة لأمها لكان، انتي ما عندك فكرة قديش خطر تتقاتلي مع حدا مثلي، وهي بنتك شريستي لسا أذكى منك بكتير. شو ما كان ومين ما تكون، هي غلطت بحقي. عن جد؟ قصدك أنا الغلطانة؟ يعني كان معك حق تضايقها لهديك البنت؟ أنا كنت بدي إياها تصير رفيقتي، فأنت شو مشكلتك مع هالشي؟ ما حدا بهالمنطقة بيتجرأ يعاديني، وأنت بكل وقاحة تجرأتي ومديت إيدك. إيه كان عندي الجرأة، وإذا عملت هيك شي عن جديد رح ساوي نفس الشي لأنك بتستحقه يا جبان. هاي البنت عم تعصبني كتير، ولما بفقد أعصابي ما بعود أفكر بتصرفاتي، وأتعصب أنا مباشرة ببلش أتصرف وبهاجم عدوي بهذا الشكل، فهمتي؟ ما بصير هيك، بعد عني. أنا ما حدا بيتجرأ يرفع صوته بوشي، وأنت تحديتيني هلأ، بس استني لأني راح ورشيكي أنا شو راح ساوي فيكي. طربتني قدام الناس كلها، كل الحارة بتخاف مني، لما بمرق بموتوري صوته بيخلي العالم يلي بالشارع تهرب على بيتها وبيقفلوا بوابهم من الخوف. ما حدا بعمره تجرأ يحكي كلمة بوشي أو يردلي جواب، بس أنت تجرأتي اليوم، بس راح ورشيكي شو راح ساوي فيكي. تفرشي لكن شو عم بعلن فيكي، وخليني شوف مين راح يجي لهون وينبسك مني. رح بهدلك قدام الناس بالحارة كلها، ساوي شو ما بدك، وبعدها ما بقى رح تقدري تطلعي من البيت حتى، عم تفهمي؟ امشي تعالي اشوف. تحركي. لك اتركها. خلص بقى لا تتحركي. يلا شو عم تساوي؟ انا بفرجيكم. ايه انتي بحي ايجي خدي هاتي اسمعني سانجو، يلا بحي عندك عادة سيئة بإزعاج البنات هي غيرك ازعاجك لتتخلص منها بالتاهي بلكي بتصير رجال مع النسوان بحي سهل يا شباب
لسه ما شفت منه شيء. خذ تعال خذ هاي خلاص شبك قوم يلا تحرك من تعال لعندي شفت مليون. إذا تجرأت مرة تانية وتجي لتزعج بناتي رح جرك على الشارع وأضربك. خليك تندم على كل شي سويته. بناتي خط أحمر بموت وما بخلي حدا يقرب منه. أنت شخص بلا أخلاق. عم تمد إيدك على بنتي قدامي وبكل وقاحة وكمان ما بتحترم النسوان. أنت عن جد ما بتستحي بتضايق كل بنت بتمرق من قدامك وبتحاول إنك تسيء لها. تعرف إنك ما بتستحي. أخوك كمان كان مثلك. تعرف شو صار فيه؟ أنت رح يصير فيك نفس الشي كمان. هو ما كان يروح فرصة ليزعج بلبل ويزعج براقي كمان. بس نحنا ما سامحنا وهو قاعد بالسجن لهلأ. وأنت إذا ما زبطت تصرفاتك رح ينتهي فيك الأمر مثل هداك. اسمعني منيح، قوة النسوان ما لحد أبداً. بعمرك لا تعتبر المرة ضعيفة لأنه كرامتها بتعني لها أكثر من حياتها. حتى النسوان بيستعملوا المكنسة لحتى ينظفوا بيتهم كل يوم، واليوم استعملنا نفس المكنسة لحتى نعطيك فيها درس ما تنساه بحياتك. ليك مو مهم قديشك قوي، هالشي ما بيهمني لأنه أنا أقوى. ولا تخليني ورجيك هالشي لأنه وقتها رح تندم كثير. شبكوا ليش هيك واقفين عم تتطلعوا فيني؟ يلا روحوا فورا وامسكوا لي هدول النسوان. ما تتجرأ تعمل شي تاني. فكر اذا في شي حدا عم يقلل احترام النسوان بعيلتك وقتها رح تضلك ساكت؟ ما رح تنقهر؟ اكيد مبلا. بين بس شوية احترام للمرة اللي جابتك على هالدنيا. بين شوية احترام لاختك اللي تربت معك ومتوقع منك انك تحمي سمعتها. انتوا ليش واقفين بصفه؟ ليش؟ مشان المصاري وبس؟ اذا عندكم شوية كرامة بتطلعوا من بيتي فورا. ليكو جنبكم. شو؟ انتوا ناطرين اوامره مو هيك؟ انتوا فكروا شوي. طلعوا لك هو مو قدران يدافع عن حاله، حتى متخيلين انه بيقدر يساعدكم؟ روحوا من هذا البيت هلا. يلا روحوا. نزل عيونك عنا، نزل عيونك وإلا رح أضربك وخليك تندم. مو بس شريستي، إذا تجرأت وضايقت أي بنت رح أضربك لحتى تبكي. قلتلك أوعك تفكر إنه النسوان ضعاف. قبل ما تحاول إنك تضايق أي بنت اتذكر إنه النسوان رح يوقفوا معها لحتى يساعدوها. هي قوة النسوان، المرة بتملك قوة كبيرة وكلياتنا رح نوقف مع بعضنا. حاجة تطاول على العالم بقى. لك فكر شوي بس بأمك اللي جابتك وبأختك. يلا قليلة شوف، انت بتقبل حدا يتعامل معهم هيك؟ اكيد ما بتقبل، وانا ما رح اقبل هذا الشي كمان. اذا حدا بيجرب يزعج بناتي بدي حلمه درس ما رح ينساه بحياته. فهمت؟ لهيك نصيحة، بحد عنا واوعك تجرب تختبر صبري. انت كمان عم تتحديني؟ انت ما عندك فكرة انا مين بكون ونسياني انه انا شخص خطير. انا رح دمر حياتك وحياة لبنتك. ما بتتخيل شو رح يصير فيكن، فهماني؟ انت ما بتحترم حدا ولا حتى الكبار وهيك؟ هي بتكون امي. هلأ اذا لسه بتوجه لها كلمة واحدة غلط بحقها انا ما رح ارحمك. هي قالت لك اوعك تفكر انه نسوان ضعاف وإلا رح تندم كتير. ومن هلأ ورايح قبل ما تضايق اي بنت تذكر هاي العصاية كتير منيح، وتذكر انه ممكن نستخدمها مثل اليوم مرة تانية. تعرف شو؟ امهاتكم مضاربينكم بحياتكم لهيك منكم محترمين. بس هلأ بظن تعلمتوا درس مهم وهيك؟ مو مشكلة شريستي، نحن عملنا يلي امهاتهم ما عملوه المفروض يكونوا وتعلموا درس مهم مو هيك؟ شو لسه عم بتساووا هون؟ يلا اطلعوا فورا لبرا. يلا لبرا يلا. حكيتي بما فيه الكفاية. صح اليوم انتوا واقفين مع بعضكم، بس يوما ما اكيد رح تكوني لحالك، واليوم يلي رح شوفك فيه لحالك رح هاجمك وما رح ارحمك وقتها واعمل يلي بدي اياه. شكله الضرب بالمكنسه ما كان كافي. معناتها تذكر شغله، انه لابسين صنادل برجلينا كمان.
وإذا المكنسة ما فادت الصنادل رح توجعك أكثر وتفيدك كمان، فهمت؟ ولا تتجرأ تحكي حرف أو تزعج بناتي. يلا لبرا اطلع. حبيبتي ريشاب، افتح الباب شوي. ريشاب بترجاك تفتح الباب شوي. ابني شو الموضوع؟ قلي. ليش عم تسأليني امي؟ لانه الام اكثر وحده بتحس على ابنها لما يكون قلقان او ماله مبسوط او صاير معه شيء. فيني اقول لك شغله؟ بعرف انه صفقتك بالشغل التغت، بس بترجاك لا تنزع مزاجك مشان مجرد صفقه وشغل، لاني بعرف انك مبدع ورح تقدر تعمل عشرات الصفقات من هالنوع ويمكن اكثر كمان. ماشي، لهيك هالصفقه ما انا مهمه كل هالقد. يلا تعال بدي ورجيك شغله، اشتريت لك شغله حلوه كثير. انبسط، بترجاك تفرح. اقعد شوي ابني. يلا شوف هي رح تخليك تنبسط فوراً. هلأ ابني رح يتغير مزاجك بثواني. شو هاي؟ حلو مصنوع من طحين، أنا حضرت لك يا بإيدي حبيبي. كنت كل ما تزعل وإنت صغير حضر لك من هدول وإنت تفرح فيهم كتير وترجع تضحك من جديد. يلا كل قطعة. مو جاي عبالي. شو القصة ابني؟ شكلك بمزاج سيء. خليني قلك شي، صدقني الأم ما فيها تتحمل تشوف ابنها حزين ومتضايق كتير. ابني لما بشوفك حزين ولما بحس إنه مو طالع بإيدي شي بتضايق وبصير بدي أبكي. لما بكون حزين يا أمي بتحاولي إنك تفرحيني بأي تمام. أنا كان بدي أكل شي حلو وإنتي ساويتي لي إياه، هاد أكيد رح يفيد. شايف؟ أنا ما قلت لك هذا الحلو اللي عملته رح يغير لك مزاجك دغري وتصير تضحك. يلا انسى كول، يلا كول، هذا أكتر شي بحبه. طيب ابني قلي لأشوف وين حطيت شهادة ميلادك، بدي إياها ضروري. ماما ما بعرف وينها. بدي إياها ضروري ابني، أعطيني إياها بسرعة. يلا ما بعرف ماما، ما بعرف، ما بعرف وينها، ما بعرف. طيب ماشي، انت لا تقلق أنا رح لاقيها. انت هلأ كول من هذا الحلو. ريشاب في كتير ملفات بالخزانة وفي كتير ورق، بس ما عم بقدر لاقي شهادة ميلادك بيناتهم. معقول تكون ضيعت هيك ورقة مهمة؟ انت مانك معقول. لك انا رح دور هني. لقيتها ابني. لقيت اللي بدي اياه ريشاب. حبيبي فيني اقول لك شي؟ مبين على وشك رح تبلش حياة جديدة من هلا. بتعرف قديش رباط الزواج شي مهم؟ الزوج والزوجة اثنيناتهم لازم يقدموا جهود لينجح هالزواج، حتى لو واحد منهم فشل بهذا الشي المفروض التاني يتحمل لحتى يتوازنوا. لهيك لازم تكون سعيد، انت بدك شوية وقت وبتفوت بمرحلة جديدة بحياتك ابني. يلا خلينا ننزل لتحت، الحكيم طلب مني انه يشوفك اليوم مشان موعد العرس، رح يتولى موضوع زواجك كمان، هو بيعرف كل عاداتنا. بلا ضياعة وقت، يلا تحرك بقى. بتعرفي انه ما عندي اي اهتمامات بهالقصص. يلا شو رايك لقيتوا الوراق والشهادة تبعه؟ ليش طولتوا كتير يا جماعة؟ ايه كارينا الوراق والشهادة تبعه صاروا جاهزين. خلينا ننزل لتحت ونعطي هالوراق للحكيم. حلو كتير، يلا بشوفك. يلا خلينا ننزل. يلا امشي معي، رح تكون منيح. لحظة اذا بتريدي. بترجاكي ما في داعي تكوني قاسية. شو كان في داعي؟ ليش لحتى تتدخلي بأمور ما بتخصك؟ خير شبك، شو قصدك؟ هدفي كان إنه ساعد هديك البنت وأحميها. من شوي بس كنتي عم تقولي لهدول الشباب إنه النسوان بيساعدوا بعضهم دائما وإنه هذا الشيء مهم كتير. قولي قديش عمرك؟ شريستي؟ عفوا؟ أنت صغيرة وعايشة بعالم الخيال الخاص فيكي، أنت ما بتعرفي شيء وما عندك أي فكرة عن الأشخاص الحقيقيين يلي عايشين بهذا العالم. هن سيئين وبسببك هذا الشاب المشكلجي. هو أخو مسؤول مهم، مشان هيك أنا عم بقلك إنك لساتك صغيرة. لك ما بتتخيلي قديش الشخص سيء. أخوه من قبل ضايقنا وهلأ هو بالحبس، وهذا كمان صار بده يعمل نفس الشيء ويجي ضايقنا، بيضايقوا كل العالم هون وما حدا بيسترجي يحكي شيء. أنا بعرفه كتير منيح.
من حظنا انه فاتوا عبيتنا ومع هيك ما صار شيء. انتي ما بتتخيلي قديش انا قويت حالي لحتى وقف بوشهم. صح كلكم دعمتوني بس مع هيك كنت خايفه. شو مشان لو اجوا جانكي او بريتا مثلا او انتي كانوا رح يسحبوك لبرات البيت؟ خلص اهدي، كلنا قتلنا هدول الزلم بكل قوة اليوم وما خفنا منهم، حتى ستي والعمة جانكي. على فكرة أنا كتير فخورة فيكن. عمة جانكي فكرتك باستخدام المكنسة كانت ذكية كتير. قليلي كيف خطرت لك هالفكرة؟ خلص انتي ما فهمتي شي من اللي عم قوله؟ ولا قصدا ما بدك تفهمي؟ فهمتي مدى جدية الموضوع؟ هدول المشكلجية فاتوا عبيتنا اليوم، كان ممكن انه يأذونا كلنا. اليوم الحظ دعمنا ووقف معنا، بس شو إذا أجوا لعنا بكرة؟ يلا قولي لشوف شو كان في داعي انه يصير هيك شي؟ وشو السبب انه نتدخل بقصص غيرنا؟ شو يعني انت كنت الشخص الوحيد هنيك يلي كان موجود بالشارع؟ ما كان فيك تنادي حدا؟ كان لازم تنادي الشرطة. بس لا، الناس يلي موجودين هنيك ما ساعدوكي. قولي لي بتعرفي ليش؟ ايه بعرف، لانه كلهم جبنة وخايفين منه. لا مو مشان هيك، لانه كل شخص فيهم بخاف على عيلته، لانه هدول العالم خطيرين. فهمتي علي؟ مشان هيك الناس بخافوا. لا مو معقول. طيب قولي لي شغلة، إذا أنت كتير بتخافي منهم ليش دخلتي حالك بمشكلتنا؟ قولي، كنتي خلينا نحلها لحالنا. على كل حال أنا تعاملت مع كتير عالم مثله بالضيعة، الواحد ما لازم يعيش أبدا كشخص جبان. شريستي خلص بترجاكي أختي، هي عم تخانقني وكل حكي غلط. لو مرة تانية بمكانها كانت رح تكون كتير فخورة أنه عندها هيك بنت قوية، بس هي واقفة وعم تخانقني كمان. على فكرة هديك البنت اللي ساعدتها في عندها عائلة، بس انتي قاعدة عم تصرخي علي وكأني مرتكبة شي جريمة بدل ما تمدحيني. ايه طيب ماشي، انا اماني منيحة مثل ما بدك، بقلق على بناتي. ماشي هالشي بيصير بس بدعتك مو هون، انه اذا شخص وقع بشكل الكل رح يكون على استعداد ليساعده، بس نحن هون بمومباي يعني ما حدا بيساعد حدا، وفي طريقة ليعملوا هذا الشي. لك افهمي انا ما عم بمنعك تساعدي حدا، بس على القليلة لازم تعرفي مع مين عم تتعاملي وتستخدمي الطريقة الصحيحة. تعرفي انه بعد هالحادث كان ممكن يقدروا هدول يمسكوكي ويأذوكي كمان ونحن واقفين. قليلي شو كنتي رح تعملي؟ اسمعي قلقك هاد يمكن يكون مبرر، بس نحن عطينا هدول الزلم الرد المناسب اليوم. سانجو المفروض يكون ندم على اللحظة اللي فكر فيها انه يضايقني. معقول انتي لهالدرجة سخيفة شريستي؟ انتي شو مفكرة؟ انه هو هرب لانه كان خايف؟ لا، هذا واحد سيء كتير وهلأ رح يضل ناطر الفرصة، وبمجرد انه يحصل عليها ما رح يفوتها أبدا ورح يأذي أي حدا فينا على أكيد. شي يوم لما بتكوني ماشية لحالك يمكن. لك ما فيك حتى تتخيلي شو ممكن إنه هو يعمل وقتها. خلصنا بقى، حاج تعطيني محاضرات، أنا فيني دبر حالي، وبترجاكي لا تحاولي تساعديني المرة الجاية. لساتك صغيرة وفوقها، بدل ما تكبري وتوعي وتفهمي علي عم بتعندي على رأيك. إيه؟ لأنه أنا ما عندي كل هالذكاء يلي عند حضرتك، وكمان خلصنا فيك تفكري شو ما بدك، ما عاد إلي خلق إني ناقشك. انتهى. شريستي بريتا بترجاكي بنتي حاولي تفهميها، أكيد بتسمعي. خلاص رح أحكي معها، أنا آسفة. ديباك عم يتصل؟ ديباك كيفك ابني؟ لقيت مكان لتسكن فيه هنيك بمومباي؟ اللي حبيبي أكلت أنت ولا لساتك لهلأ بدون أكل؟ ليكي ماما لا تاكلي هم، ليك اسمعيني شوي، عندي أخبار منيحة إلك. أخبار منيحة؟ شو صاير معك؟ احكي لي لشوف. ماما صار شي ما بيتصدق، أنا التقيت ببريتا اليوم. وبعدين؟ شو بعدين؟ بلشي بتحضيرات الزواج إذا بدك. أنا وبريتا رح نتزوج. وهي وافقت؟ لا ماما هي لسه ما وافقت، بس أنا متأكد إنه ما رح أطول لتوافق. ماما مثلت بطريقة كتير مقنعة قدامها، حاولت إني هديها بحكي وجمل رومانسية، ما كان عندها أي شي لتقوله. أنا متأكد إنه هي رح تتزوجني بالآخر، صدقيني كل شي بدي إياه رح يصير. بعرف إنك ممثل عظيم ابني. لما كنت صغير كنت أحلم إنك بيوم من الأيام رح تصير ممثل مهم، وإنت بمومباي هلأ ليش حتى ما بتجرب حظك؟ إنت عندك شكل حلو، مهارات بالتمثيل، فيك تحصل على فرصة بسهولة. وأنا بصراحة بحلم إني أكون معروفة كأم لممثل نجم، بدي جيراني يموتوا لياخذوا صورة معي. ماما شو هالحكي هاد؟ حاش تحلمي بهدول الشغلات الفاضية؟ أنا ما بدي مثل أفلام وما في داعي، لأنه أنا لقيت شغل. شو؟ عن جد لقيت شغل؟ وبهالسرعة هاي؟ مو معقول، هاي الأخبار حلوة كتير، مبروك ابني. ماما اسمعيني شوي، صار فيكي تحكي مع الحكيم مشان تحددي تاريخ الزواج تبعنا. بس ديباك بريتا لسه ما وافقت لهلأ. ما بعتقد إن فكرة منيحة نبلش تحضيرات الزواج. هو إذا أخذت وقت طويل بالتفكير هيك رح تروح مصارينا هدر ابني. ما رح أطول ماما، متأكد إنه رح توقع بفخي. قلت لها إني بعرف غلطي، ولهذا السبب أنا قررت أني رح أعمل شي مميز على اسم أبوها، ورح أعطي 20,000 روبية لشي بنت التبرع لتقدر تكفي دراستها. أنت جنيت شي؟ ليش قلت لها هيك؟ شبكي ماما كذبت عليها، وقبل ما بريتا تكتشف الحقيقة كلها
رح نكون تزوجنا وانتهى الموضوع. أنا مخطط لكل شيء. ضل إنه بس هي تقول إيه وخالصين. يلا ماما أنا بحكي معك بعدين. ماشي ابني. استنى شوي كهران، هاي ممثلة بالتلفزيون. إيه ستي، شوفي يلي بعدها. يلا تعال الكل عم بينادوك تحت. حكيم وصل بسرعة كهران. شو يعني؟ روح وخبر لك بار بالعيلة. نحنا شو دخلنا؟ ليش عم تزعجنا؟ هاد سبب. لا تزعجنا هي. إننا عم ينادوا الكبار مو؟ يعني فيك تروح تنادي البابا أو الماما مثلاً. فيك كمان تخبر عمتي كارينا. بس أصحك إنك تتجرأ تنادي ستي على إنك كبيرة. هاي ستي الحلوة والصغيرة. كفك. إيه. آسف. في شيء تاني. اسمع سمير، في ناس بيفقدوا الحماس بالحياة وبصيروا مثل الكبار بالعمر. لهيك إذا بدك نادي لريشا. ستي الناس بصيروا هالقد جديين بهالعمر؟ أنا باخد كل الأمور ببساطة بهاد العمر. شوف ريشاب أساساً صار تحت من زمان، الكل ناطرينكم أنتوا الاثنين، خلينا نروح. طيب وأنت فيك تروح. خلص لا تزعجنا، نحن عم نعمل شيء مهم. طيب كاران ورجيني شو عم تعملوا على القليلة. سمير هذا شيء خاص كتير. لك يا كاران شيء واحد بس. يلا نزيل تحت. يا كاران تحت بتريد. يلا روح باي. ايه ستي احكي لي يلا. أي بنت عجبتك؟ ما حبيت ولا بنت من هدول البنات. ستي ما بدي اتزوج ولا بنت، بس هيك يعني. ايه بس على القليلة لازم يكونوا حلوين. بعتقد انه كلهم بنات سطحيات ما عندهم شخصية. هذا المطلوب ستي، انا بحب البنات السطحيات. تعرف هالايام البنات الحلوات نادرات كتير، بس بريتا وشريستي حلوات عن جد. ستي انتي انتي عن جد ما عدتي مثل ما كنتي، تغيرتي كتير علي. انتي بالعادة رفيقتي بس هلأ تغيرتي. ليش هيك عم بتقول؟ لا تلمسيني ستي، انتي بس بتحبي بريتا ما بتحبيني. بس هي عن جد بنت حلوة. لا ما أنا حلوة، بس بدي أفهم شلون قدرت تخليك تحبيها وعملت نفس الشي مع ريشاب وصارت معالجتك الفيزيائية. كل ما بشوف هالبنت أنا بفقد أعصابي على الآخر. منيح هالشي ممتاز. وهاليوم كتير مناسب لحتى نستغله ونعمل فيه هذا العرس الكتير مميز ويكون كتير حلو. يا حكيم كتير تأخرت لخبرتنا بهالشي، بس المهم آخر شي حكيت ولقيت اليوم المناسب. كتير منيح إنه ما أنه بعيد مزبوط. إيه معها حق 100%. من قبل ريشاب ما كان عارفان إذا بده يتزوج ولا لا وما عم يقلي، بس بعدين فجأة وافق إنه يتزوج وفرح لي قلبي فيه. والشي الأهم من هذا كله إنه اخترنا لريشاب بنت عجبتنا وحتى هو بده إياها تصير شريكة حياته. حكيم نحن مخططين لكتير شغلات بحياتنا، بس عن جد الإنسان بيمشي مثل ما القدر بيسيره. إيه أنا بتمنى لهم حياة كلها راحة وحب وسعادة، بتمنى تكون حياتهم سعيدة، هن عم جد لاقين لبعض. ما بتتخيل قديش استنيت لحتى اسمع هالخبر. كارينا لازم نبلش بتحضيرات الزواج. لازم نطبع الدعوات ونحضر فستان العرس كمان. كريتيكا انتي ساوي شي واحد، بس اتصلي برفقاتك وعزميهم كلهم. وحتى انا رح احضر قائمة معازيم تتضمن رفقاتي كمان. شو هاد؟ ليش ريشاب لسه متوتر لهلا؟ كل شي عم يصير غلط. لازم احكي مع ماما ووقف هالمسخره بسرعه. لازم اخبر ماما اني ما فيني اتزوج شيرلين. لازم ساوي هالشي حتى لو بدي اضطر اني اخبر الكل بحقيقه مشاعري. واذا لزم الامر رح اخبر الكل اني بحب بريتا. قلبك صوره تحمل فكره، تحكي الماضي صح الذكرى. كان يا مكان والعمر الحب بيرسم بكرة، بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة. طريق مخبى فيه أسرار، دليلك فيه هو الصدق. حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى. يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم.